الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى نعم كيس وحا كمدا الدومه سوسيو أن يوفقهم لطلب العلم الشرعي إنه وافتشيو علمي إلهي نبي محمد كسو دتشيو وارد حالكي ومدنو قتغي برشدي سير رادينتيس. وكرين النبي محمد عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. وفكي إلهي خير الله دونه وحكر لغا من الدين تفهم أصول شهيدة هي فروع ديد الله بضبع. ابن حجر وحو الحديث كمفهوم كي سوحة وهي وفكان دين تلفهم سين إلهي خير لما الدونين وحي على مضطة إلهي قف كينان خير للدونين. وكينوش يقول رسولك علمي برشدي سوين اي تهي ودادا وقود دوي وقود توصن اللو مرو چندا من سلك طريق يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفك مرو ودو حسيا ودادا ومر يقعد هكو مرا ملوك هكو مرو أما معنوي سيدر دقيسكي أخرسكي ددالكي إلهي سبحانه وتعالى وحوفظ ذهيا وارنتا وقوسي هلا وددت شنظا وعلمي قيبا عباده برشدي سوايتاي قربة إلى الله وإلهي اللي قد واني سبحانه وتعالى وشنظا قليتان كيدا الصواب ونغنية وطلب هذا علمي وقفك وحوطوسي وددت وقوطوصان وقدو شنظا الله مره جالي وحو الصواب وقفك ويساق وشنظا دوني يبا ودده دينو كلمه ودخل دانو مره وحسابا قفكو ينو قرد جاحو ودباتا فربادان يا كديد يا عليس آن وحبك فائدة هين ولكو المؤو بورا يا چرر يا جاح جاحيو ومربا متك الدردعو لكي قفكو هدي علميقا وقران ايو علميقا شريعة سلامر كارو كو عمل فلا ايو علميقا لامانين سي سوا علميقا لكو عمل فلا ايه qofkaasi dhibaatada ay kadeed kaana waa ka badbaadaya wadada ugu dhow ugu toosana jannada waa u maraya naxmadaas waxay mudan tahay qofku inuu ilaahay subxanahu wa ta'ala uga mahadnaqo ilaahay bari la shakartum la azidannakum la in kafartum in azabi lishadid mahadnaquna wuxuu ka bilaabmaa inaad dareento horta inaad nicmo ilaahay haysato kadibna qalbigaagu ictiraafo نعمدانا ودادي حيلدادي أسبابها الديانة تيرينه الله سبحانه وتعالى معطي النعم ومسديها الله نعموينك بحيي إنو كسيي إنو قلبيك كقرته إنو دي الله سبحانه وتعالى نعمدات كو أمانته بأسباب الحسنى وصفاته العلى إنو اللتي ما دا عمل صالح ونعمدات كجوابيس ومركز طوى الدون كإلهي نعمة زيادية دينية أو دنيوية وحلق دبون نعمة إنو كجت جوابه وكقابله عمل صالحة ومهضنق النقضة وصينو ديقاني العمل الصالح ومن شكر الله على نعمه عمل كصالح ونكسني مهضنق إلهي نعم كيس اللوغة مهضنق أيو كميديا حرف كستو علمي وأدبر طويلتك عمل فشو تاس يا شكر نقريس الى كتابك سنوغو شيغو يدي اعملوا آل داوود شكرا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام صلاه الليل كي وتكني او ديريني اي لوغو اي كبرريين markii lugu yiri maxaad sida u yeelaysa iyadoo ilaahay dambiga hore iyo kadamaba ku dhaafay fala uhibbu an akuna abdu shakura abuli wuxu sheegay salaat al-layl kaasi inay tahay mahadnaq يا شكري إلهي وشكري يا نعم كإلهي وسي وهي كم تهاي أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكلما زاد الله لك نعمة فزيد له عملا صالحا يكون منك شكرا مركز تو إلهي نعمك وزيادة عمل صالح زيادة وما هضنق إلهي هذا ما هضنق إساء علمي قسيس سب الله أمانينا ما هاي معلومات قفك قلبي قيسا يقلان أو حفديو أمو فهمو
انت سو قرما بل علمي و خي نقونيا ميد ادونكو امانكو متيستو الله سبحانه وتعالى بل مري و ناكسن وكغهيلو اذا اصلح به ظاهره وباطنه ارجو علمي كو هاجيه قلبيس واصل الصلاح حقاق هلك وكبلامه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله وعاني تاسكو يمنسا علمي كستوات برتاين ايمان كو زياده وكو زياده محبه لله ولرسوله ولدينه الهينا تجعلاته رسول كيسا تجعلاته دينته الهي تجعلاته وكو زياده تعظيم لله الهي سبحانه وتعالى اند وينيس وينينتي سو قلبك اغاي غشو النبي محمد عليه الصلاه والسلام توقير هي تعزير ادولتي بعضه ان شعائر الدين الاسلام اي قلبك اغا كويناته ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ان علمك كو زياده الله كعبسي ومركزته الهي ادغرته سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفاته العلى وبمخلوقاته العظيمه إن هذا الله سبحانه وتعالى كهيبة دي ستوات كبقته علمي وينو كو زياديو هيبة واستحياء من الله إلهي إن هذا كهيبة دي ستو وربي سبحانه وتعالى أتكحشوته علمي وينو كو زياديو قوة الرجاء لما عند الله سبحانه وتعالى إن هذا أدو الرجين سواح إلهي أكتي سيال وإلهي الراليهان شيسا هي تشعيل كيسا هي نعم كيسا فراه بضن ايوه انتهي النظر الى وجه الله ان تكون ليستو ايغمدا وجه الله ونبي محمد الهي وكبر يجرو ودن جري اسالك لذة النظر الى وجهك الهي وحان كويديسنيا ايغمدا وجهك ومعانك اي لهدحي ان معانك اي غارسيسو ايان كويديسنيا علم جوا انو كو سياديو او كو كورديو اخلاق خشوع خشوع القلب خشوع ماها في الصلاة وقرة خشوع الصين الصور دي قلنا السيدة عبادة وطح وعمل كم إذا عماش قلوبت إلهي سبحانه وتعالى اللي قد دواده سواء كان الخشوع في الصلاة أو في غيرها من العبادات أما خشوع السيدة بإلهي سبحانه وتعالى اللي قل لي ماده هي تذلل هي انقياد لله واستسلام له إلهي إنا دود اللي ده والتواضع ده وحق حقي سكي موردنا لقبشو إلهي سبحانه وتعالى إنا دوه قانسته وهيين أدو النقطه وأمر ردي سارد خلاف الدياري دعضوات سمير رحتنا إنا نفط هذا حسابي سو ود إلهي سبحانه وتعالى أدو طوبت كنتو علم قوانين نو زيادية حصوصنان آخرة تاسو النتيجة دو أي تاي وحكستو آخرة إنا نبايا نبي نوسو تشيدية إنا نسكي لعلنو يا إنا أين آخرة وأين يقين صنع هاي أصهاي قاضن وسيلة هاي لو تزود فإن خير زاد التقوى وحلالي وحين سلنا هاي آخرة مرك إلهي اللي ينهر جيود اللي بالضونا إنا إلهي سبحانه وتعالى إنه قد توبت كان علمي ولا ليال وحبها هي هاي اجتهاد ددال مجاهد وبها هي وحياه نفط الجل جهادي وكبدي ويبرشدي سو هو النفس ما وافق سنا هو ذا النفط ولي بإله الدراد دين لوبرته ولهذا نفط هذا قد صبر سيسو وقد كلد ذا شد كلد جهادو ايا كلد قدبان هذه تالا قاهلو إلهي حكوبة لنقاضي إنو كوهنونين دونو إلهي حكوهنونين ايا علميقا ودوين كيسا وفي برشديسا ودوين كوفي عن الامرو إلهي حكوهنونين ايا حفد كيسا إلهي حكوهنونين ايا فهم كيسا إلهي حكوان ونونا ياكو عمل فالكيس وهي كم التهايد ضدك إنا تقارسيس علمك قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين وبلا إلهي كو نفتو ذا إلهي درادي ولا جهادي إلهي سبحانه وتعالى وحو بلا قاضي إنو كوهان ونونا يا سبول الخير ودوينك خيرك إنو عيد بدن سيدي نفتو ذا ولجي هذه المركة الدنبانة إني قاري الدونان درجة الإحسان وعبادة الله بالمشاهدة أو بالمراقبة إحسان مركة إقارانا إني كوكو ليسان دونان محبة أرحم الراحمين
الله سبحانه وتعالى الرحمن كجعيل كيس إني كقول ليسن دوران علمك وحبه هي الصبر فاصبر لحكم ربك بلا يكون نبي محمد قرآن كمركا يوحي كسو الدقي عليس كيسين وصبره إنا أنو الدقدقين وأنو يصورن علمك هالمر وضقبه إنو كصبره علمك قد بنتي سيه قارسين دادك وقارسين ايو يكال حكم دادك وقال حكم ايو وهو صبره خلاف كدد فربضنا اي خلاف ايان وحق اي علم اي كسور كيسر ايان ساسو الهي امره انه نتاس اينا كو امره ناح قفان صبرنا علم ما برتو علم اي مقومات كيسا وحكو كا صبرك انا تقولي اني كسو بحضو وقال كان اعتمادات الضبادة الصبح نمو الا كدوان لبقية طبنك عمل سهلا ما وأدوية أنا ذو صابحين نفتو أدوية ذوي الصابر تاودين كأركيا أذكر شقائم كأدوية هي وكفر حسين وأنا الصبر يان وحاء إهلي يان أبدا نوى ديف الدوية وحاء مدن اللي كفر حا والله صبره ونفت أنا لجي يلين إن يتشوشي سواي كجوضة وعلم جنب رشيد سيك وعمل في الكيس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون إلهي بورك أي نور شيء الدنيا ذن إلهي بأبوري آخره إلهي بأبوري علم جن إلهي بسود الشيء مذو البنقيمي س إلهي بويقان إلهي فضل جيس يرحم الديس هكفر حان كاسا كخير إيه النفع بدن وحنا أورونا يان وحنا أورونا يان وح لجت جي ما عندكم ينفع علم قال يكو عمل فلكي سيه قد بنتي سيه فافنتي سنة ووحى إلهي اكتس باقي كن غني وما عند الله باق وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا دي إلهي سبحانه وتعالى وكاق بلو ودي إلهي الدراد دي علم قال أبرتي أبرتي وعمل فشي إلهي سبحانه وتعالى اكتس سيئات كهليسة isagoo intii aad filanaysay aad sawiranaysay aad iyo aad uga weyn cilmigu arday wuxuu u baahan yahay dadaal buu u baahan yahay ijtihaad dadaalkuna maaha oo qura inaad kutubta soo qaadato xalqadan aad timaado taasi waa bidaayadii iyo wasiiladii dadaalka weyn waa waddadii loo marayay dadaalka cilmiga lagu dadaalayo haddii inta ku kaaftoonto inaad guriga ka timaado kutub soo qaadato masaad ka timaado faqad iktafayta bil wasilati ala al maqsuud wasiladii waddadii la maray baad ku kaaftoonto oo jeedadii iyo maqsuudkii iyo gaayada aad ka kaaftoonto inta aad samayso alhamdulillah wa bidayatu al khayr wa fatihatuhu laakiin dadaalka cilmigu u baahan yahay waxa kaw ka ah وحوي أنا الاستماع والإنسات له أنا العلم يصف عن أدود جيسته ودجاه يقلب قلب بعض بعض فرته وتوسد يرجر وده حلقة ده نحدة ده أنا تكسرها أنت ده بينك كسر وشيء ده ما بلي وح كلام عن الله هيد هذا العبادة كسر وشيء ده الله هيد هبينك أنا حلقة ده أتكون حلو الله هيد وحابد نقول الله يقف وح ونعكسن كسوة شيء لكن إذا موبيل الدعوة طاية وحلم إذا يسوة شيء شركات كسوة شيء ده دراد الحلقة النحية ده دوسي حتى وخسارة وقت جهورنا كمات غريب يسون وكمات فائد يسون وعبادي وح صحي كون قده بين كمات صمين بل واحد كده يعدي وحان معنا اللهين ومن حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعني waqtigii dambe cilmiga dhageysigiisa uu dhagraari intiisi uu soo jeedkiisi kagamaad faa'iideysan faqad dayacta alayka layla wa nahar habeenkii maalintii labadii waad iska dayacday oo hadii khasaaratu cadiima waqtigu waa qofka umrigiisa weey qofkana hadduu umriga ka dayacmo waa qof khasaaroobay weeyaan
dadaalka cilmigu u baahan yahay waa in waxa sheekhaagu iyo macallinkaagu uu sheegayo aad si fiican u dhuganayso ood ugu dhagraaricinayso oo dadaalkaaga aada isugu geynayso oo aada kaga buuxsanayso inaad fahanto oo aad qabato oo haddii lagu weydiiyo masaladii laga hadlayay aada jawaabi karto intibaahaaga iyo soo jeedkaaga ayay taas tusinaysaa in masaladii hadda laga hadlayay marka lagu weydiiyo aanad jawaabi karna waxaad tusinaysaa inaanad si fiican cilmigan ugu soo jeedin oo si fiican aad u dhegaysanahay. Dadaalka waxaa ka mid a mudaakaratu lcilm alxirsu calaa xifdihi wa fahmihi, inaad ku dadaasho cilmiga xifdigiisa oo mujarad inaad maqashay masaa-ishii ku wada xifdiimaysa waxay u baahan tahay inaad waqti kale xifdigiisa aad siiso, waqti badanna waad haysataan intaad sii socotaan inta soo socotaan baaba waqti badana, waqti badan oo kalena waa harhsan yahay maalintii gelinkeedii dambe iyo habeenkii oo dhan baa harhsan iyo bacda salaati lfajr iyo qabla salaati lfajr waqti fara badan baad haysata wax ku xifdii karto. Cilmiga xaqiiqadiisuna waa intaad xifdisan tahay wey, inta kale dadka kama xigtid. Waalcilmu maa xawathu suduur laa maa xawathu sutuur, se imaamu shaafici iyo kayruhu baa yidhaahdeen cilmigu waa wixii laabta lagu hayo wey, la xifdisan yihin oodoon kitaab haysan marka aada u baahato aad istixdaari karto ood soo xaadirin karto aada sheegi karto waxa sadarada ku qoran maaha, waxa dadka kaleba way akhrin karaan kama xigtid. Fahamkii cilmiga waa in lagu dadaalo, kullu hada yati bilmudaakara, in markaa casharka intaanad iman inaad muraajacayso, calayka bimuraajacatayn, muraajaca qabla ders muraajaca bacda ders, muraajaca dersiga ka horeysa, dersigaad dhigan doonto muraajaca ka horeysa iyo muraajaco markaad dhigato ka dambeysa. Oo casharka aynu maanta dhigayno waad sii ogtin kitaabku halu ku joogay casharkii hore, intaanu macalinku akhrin horta adigu akhri, xaawil tafahumahu, isku day inaad fahamto. Wuxuu noqon doonaa casharkaasi inaad si saxa u fahamtay iyo inaad si khaldan u fahamto, adugu aad isleed waad fahamtay lakiin si khaldan aad u fahamtay iyo inaad fahmiba weydayba kugu adkaatay. Taas waxay fududaynaysaa hadhow markaad xalqada timaado inaad casharkii ilaa meelaha kuu calaamadsan oo kugu adkaaday inaad si fiican aada u dhegaysato oo bal meelahaa sida loo macnaynayo iyo axkaamta laga sheegaya aad si fiican ugu dhagraariciso. Meelihii sida khaldan aada u fahamtay sida saxdaa marka loo sheegana qalbigaagu wuu ku dhegayaa, saxdaasaa kugu daabacmaysa. Meeshii marka hore aada si saxa u fahamtayna mar labaad marka sidii loo sheego sheegistii macallinku muraajacay kuu noqonaysa. Kadibna si fiican baad casharka u dhegaysatay, bacda darsina waa inaad muraajacayso. Alimaamu Zuhri raximah allahu tacaala, Maxamed ibnu Shihaab ibn Muslim Azuhri wuxuu odhan jiray xayaatu lcilmi bilmudaakara, cilmigu wuxuu ku nool yahay muraajaco. Inta mar markaa la maqlo ama la dhegaysto haddii sidaa lagaga tago wuu ku daynaya. Walihaadaba tacaahud alqur'aan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ina amray in bayna alxiini waalaakhar, qofku qur'aankii uu xifdiyey uu dib u eego dib uu akhriyo si aanu u ilaabin. Cilmiga kale xadiidka iyo culuumtan kalena waa sidaasoo kale wey. Soomaalidu waxa dhan wixii addaysaa wuu ku daayaa. Haddaad farsamo taqaano farsamada aada ku shaqayn weydo waad iska ilaabaysaa, dibbi ha noqoto ama handase ha noqoto ama wax kale ha noqoto. Haddaad cilmi mar baratay oo aad muraajacayn weydo sawaaban can tariiqi tadriis, muraajacadaas ha noqoto inaad dadka u dhigto ama ha noqoto inaad adigu akhrido ama ha noqoto inaad asxaabtaada la akhrido, waana ta ugu fiican in si wada jira cilmiga loo mudaakareeyo. Waana sida iminka arday badan ay sameeyaan subaxyada qaarkood marka masaa'idka nimaadna aan ku aragno iyagoo xalqada u fadhiya oo cilmigii mudaakareynaya. Weliba arday quri waa inaanu akhrin,
ومالين والبان ويساقو نقون كارديدا واخرية كتابك مالين بقف إلو ديبوي دور فائدين لاضح قفكو نفتي سو حقيقة ديد أغانية حاد فهمت محاد هيسا ويس قيماني ولا لهين وي قيمانيا وقصانتي سمركو أغادنا إيو قدلولوين كيس وكدب التقيا يو ويس هقاتشينيا سوغو إلهي سبحانه وتعالى تلا صارانا يو كالمي سنيا تكالو قفكو يحكو طوبرانا يتدرب على الإلقاء شيدين تا يو حديقيس تلفتي دانا وكو طوبرانا يا مركا علمي قال بدأ مراجعة دي الله سمايو يترسق في الأذهان قفك قراد كيسو علمي وفريسانا يا ودقيا علمي كل راسخيبو نغليا أيها الطالب جهدي إياد دال فربضان بالغو بحيادك معلمين يا مشايخ أيا كوي مادة إياقو وحد دويا وهابي راتاي كادوان يرانيك الله لو وحد دويا ومعلمين تي مشايخ قال كادين كنت مادة إذن كربها المتر مال إذن كمقاتان منصب إذن كوه لمايان منفع الدويا كالانا هذا الكيس الدام ماذا حتني ما إذن كدوان مايان وإذا نورر ما يانو حويان وين هذا نجا بيعنا لقى شال وذا نجا أتباعنا ونغطان دورك لا يدين كور رئيسي أين طلابها أرديد ذي ما ما نجا ميل نجوح رئيسين علمناهم ثم تركناهم وحيانو نقارن إلى إنه فذيب عن برا ده بيتنا وانس كجت تجنا دار بيلا يسقوا رجنا ويس الصلاة قار كذين حلقات سووني ما عندنا لقى يوم حضرات وصفي عارس الصلاة والعلم رحم بين أهلي علم قدرتك قراب وكنجا اسكحيدنا وحويان وصوابا لكن ده أنا جمال نوجو حريص أنا حزب نوع نودي وانقشر الله نبيع نقول تشران حزب جاي أعضاء كيهين ما تشران وليس هذا عندنا أصلا ثام بحينا وما نقام حزب نمائي ورر الله سميست قدرتك لو أوريي ولا أنت صاحبنا كا سنة كدبارة انت هاسين وكدرينا حزبك صوب بيري ما عندنا دعوتنا هذه دعوتنا وانت موقتوي ادتك علمي قال لبار ايو لتوجيهين ايو لوانين ايو خير كاللوغي ايو حاكم ايو محكوم ومدوح انفع ايو لوشيق ايو وناق لفر ايو حمانت الريب ايو حق اللكري ايو بادل كالردين ايو ادو الدون ايو بادل كاسكسو فليه وبادل لمدي سوحويان لعدين ايو هذه هي الدعوة السلفية، دعوة السلفية وين تامي؟ اتباع للسلف في العلم والعمل والعقيدة. هي ندتك وباقينا. سلف كلا راعوا النبي محمد وهري. علمي قالوا راعوا علمي قالوا علم السلف ونغوة. وعمل قالوا راعوا وعقيدة هي منهجك ودد الله مرة هي حق إلهي سبحانه وتعالى يقال لك قد يضلوا راعوا هذا هو وين تاس. واحكوا له انت نفسيسا ولي قارك مثل أحزاب تسيدا وكد وين هو حلقو لغا دين تلقو برا لغا دين تدبرتك كو عمل فلدت كانت جارسي انت لغا كافتومي مايو انت عارين كودو كو اكان مايو ولغو يريا جلسات سواقل جماعة جماعة بلايا لنيرا هذا كانو أميرا هالكا كاسا كمضحا والدولة حويان كلاقو سيد دولة هان موقودا ودسان وكهوس دسان لكن سريا وقرصوان ما عندنا هذا وحامنا قال ما نهينا بل وديدنا وحلاني ووحي يفرق بين المسلمين إلى أن يحلوا اعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا دولة ده الإسلام كين هوست وقنبع الرماها إدارة إيا ما ملكية إنو غفلا إنو قنا هوش إنو تعالى وهو المهم أه وأمد إن علمي قيل لبرو جهل قلق السعر عقيد الله صحو عباد الله صحة دينتي لقارسية وناقل لغو نحفافية حاكمية محكومة حمان تلقلت دقالمو تاسينا انكتنا مانين با مركا هولا كلاوان انكو اينا انقبان با كريم با إلي انكو الدولة من نهيري شعب بينو نهاية هدين اسكو دوننا وعليس انو زياد سني داد كينا وينو كلا تفرارو قنونا كان حزبو سميستي كان حزبو سميستي حسابتي وحنا وحال الصعود وحياه بضل ولا والبرابه الصعود حسبي يا كجرا دي حسبي سكن كلو كجعلي
لقيت ديني أنا نوقتش عليه واجب كنا وعي يكون الحب والبغض في الله وفكرت تعالى رسول الله الدراد وهذا تعالات هذا من الإيمان كادنا عسر الله الدراد ونعض لكن قبيلي حسبي مذبي ديجاني وحى محبة هذه بغض جاق وين أنا قصة لسنين دو قصة لسنين هذا مخالف للإيمان ولا شك قفك حسبي جو كتيرة إنه دت كيس كتش عليها هاي حسبي كلام دت كيس هذا محبة دينية تقول يا قف كانوا حنوتش على إنه لسلامة معتقده وصحة منهجه وعبادته تسوى من الإيمان الرسول قال الحب في الله والبغض في الله من أوثق عر الإيمان وأنا محبة السلف كي أهل السنة الوية قاني هذا قف كأرنا عيو قفك سوى فاسد العقيدة منهج كيسا منحرفة بدع قفك سكس جي وصاحب معاصي وفسق هذا من الإيمان إيمان كأيتها سأي كمتح لكن هذي حب يا بغض ونغضوا رير هبل كاني كانوا رير هبل كاني وا ودن هبل كانوا ودن هبل كان بيدب كان أيو لي كان بيدب كان أفكان وقال لي كان أفكان وقال لي كان يسكو حزب أنا كان يسكو حزب منهن وكحمد سكو حزب يتين ونغضوا ميدات كتش عشا هاي كوناك سنة إيدان سكو حزب هاي هذه هي الجاهلية الجاهلية دي الإسلام كوحويان ودي دي وأنا تفرقي نبي عليه الصلاة والسلام إن فربدن وكدقى قرآن كا هي السنة الله بضب القشة يا جاي إن أنا بنانين وإلهي أنا رالك عين رب سبحانه وتعالى أنا أقولين وركواح لا يا عيردي وقت بضم بعد بحسان وقت جايز كخسارنا والوقت جانا بحين الثانية إما شاء الددال راعي الددال وأنو عيردي ويسكو تيران وحواشينا وحبان كوجح عيردي الددالية الدروس تبرات عيني وحفظنا يا وهم يقولي هيكس يقولي هاي حصيلة علمية إن هالك كلام بحال معلول بين علم كزيادة سدان بالوالبة سنة والبة حتى يتخرجوا في الدورة إلا الدورة ده وحويان دروس ده يعني دمانية هي أرضي هم يقولوا عصا عن حمبار سنين وإيمان هي لكن ددان آن وعرمت آن ولصعون أما رنكود الدبك الريح والد كود دبك الريح كل بوادي مارس عمري قاعد قوس صعدة وقت قاعد قوس صعدة وقت جي وح كلاو الدين هذا ما الدنيا كجمات فايديس إن الددال وإذا مركا هو نقصان في عقلك وي ونقص في عقلك وكان عمري قاعد هي وقت قاعد وحنا لو حبك كينا هين أتكون خسارين نص خير الله كينا شقتك تو وإذا الدنيا حلال الدوانته مرهدان هم قاعد هدف قاعد وانا هين حاصل أنت علمك وارنت أنا الددال كيدي أنا الله إيمان هين إن الوقت يجي كو خسارة صو، حبت تري ما يستحس، كل وقف كو أدو حلقة علمي فريستو، نيادي السنة هناك سنة أشر وهي الدورة، علمي لو حبوا كو صدوا الدولي، لكن النجا هم يجين وينو قارس السنة هذا أنت عين كبدر، وقف كعام يجاي بدي أدو حلقات كفريستو دين تلقون اللي جاي حبوا كفهمه، حبا قار كود فهم كود باقوات كاده. لكن النجا هم يجينوا أنت عينو كسر ريابين دوننا وهم يجاقو النقض إن الدون يسوى أن تكون عالما نافعا لهذه الأمة عالم ومدا أنفعه وفنون العلم حاصلية آلات كيدين وهذا استمانت هذا نقطة درس أدب ودقيستو هذا نقطة كتب هذا نقطة عدو حكول دكتا ميلا دو حكول دكتا هذا نقطة أديكو ولي دليارة ونشاط كي دليارة نماله أولي أن دالين مسكعان يتشل أهم إلهي سبحانه وتعالى عاوي مدي سنوات هلي سواء أرنك أقوين القوش اللي قاره إذا استعنت بالله أداد إلهي سبحانه وتعالى قال ما يستطع وتوكلت على الله وربي سبحانه وتعالى أطلع صارته أرنك أنكسوك قبل قبين يا وحوي علمته يا معلمينته حقوين بيدين كلين ووالدك ويا معلمك روح ذا أيو دلعي يذا أيانو كورينية هلك والدك كله جسدك أو دلعي جسدك أنا كورينتي سو كده داريو حق آدم ويمكوله إلا علماء ذا كي جارسيا مره دون نبي قيري العلماء ورثة الأنبياء محيك نحن العلم قوقرة ما
علمنا ويكاد حلان حقوق دي علمي قال لقوها لينا جنسي قيادة ويكاد حلان ولو حقها سيحق النبي عليه الصلاة والسلام يانو لكان لكن حقوق دي علمي قال لقوها لينا جنسي قيادة نبي عليه الصلاة والسلام ويكاد حلان ولو نوعها بك للدوان هذا بيه. ولهذا أبا رسولك والتلمامين كبيرة من الكبائر إن عالمك حتى يعني معلم كوهانه حقي ساد قروي ده فكيف إذا كان معلما لك حظوما لن سادو يساقو حقو براي النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا النبي هو اسكد ديريه قفك وين مسلم كاقفك انداديس كو احترامي كيرنا نون حريصا عالم كان حقي سان قرن قف كان علمي قيله وبركين من عالم حقي سادو قرن وايا عكرمة كان يجادل عبد الله بن عباس وشيخ سي ايو لم مر بجري فحرم خير كثير فحرم خيرا كثيرا خير فرب ذنب كقضي وانت نوع عاصي اي كقدس وانو السيقى اصابة نغط إن عالمك خير كيسا كقد دالبابا ويكو يمارس ايام معلمك وعلمي دو حرادان معلمكو يرد اختار كوبا واسيدا هشا الله ماليوي عانا لغا ماليو هداد مركا حمايسو كو قدلن مايان هشا هداد قو قوشيسا مقان قنشيريسو ويسرنية سايو كو قدلن مايسو كعانكي لميس معلم كنو اساسو كلا يعني سؤالك هكا جوابي ماي واحد حصوصتا ارقام دمات شوقني حلقة دي شيخ ييقى شيخ نعمان الوتر وفني كان عقيدة دا نور ديك تشري ايا واحد حلقة دا مركاين كم يدها ارضي دا دي سداء دا شيخ ويكوينين هو كان اكبر سنا من الشيخ ساكد داوينا مركاو سؤال بدنا سؤالي سمرك قار كل حكوم بيج من شري ملان مناسب هاي شيخ يودر سجي يرين هي شرحه ويرين شري وأنا هي بوجاكتي كل يسقال بقول إياه صدق إياه سقاشنك شرحي كتاب التوحيدك أنا بوجانك قري الواسطية شرح الواسطية بوجانك قري كتبت ده يدويا لهذا مز السنوات بك سوري جي كابي صدق سنوات صار 31 السنة كعشر كيس سقو يرين أيه سقو شرحي السؤال فرتاعي سؤال حلاقي الشيخ وده مركي هروقة جواب كيري هذا أنا سؤال كله يعني هو كرر تبينه يا مربع الشيخ يود درس جوده الشيخ مركي ده بقول كرر يستي وحب بلعبه إن أنا فرتا وتاعي يعني أيجين سؤال أنا وجواب ده تيسقي هنا تاسوك حناقة ولكن كان هو عنصري وي شيخني أنا وحي قد دي ذي هدينا فريقي أحي أيو سؤاله قد دي ذي نكتشوابه فترك الحلقة حلقة دي بيسكيتك أرضي أنا قلنا حلقة دي ما نكو باقي نغن دي خير ميانو ساكا قدن علمي جي شيخ أسو شيقي وديقي وكقد سيحسي أنا وقفكو قد كرا وحاكو الله داد معلن كاقا حمي صوت سيفي عنو لغم ويداد حامتو يلاها كحامتو احترامي ويدو هذا خدمة ويدو والد كاساد هو خدمة يعني سمع لنا كوانا دو خدمة سوما حسوستان شنداد دا مركا عمان كو إلابي هل كان عمار ايا أرديد قارقودان شنداد دي باتسوء اللودي والله أصاءني ذلك كثيرا آد بانا قوح ماذا رتاس حتى مجالس تقار كود بان كيشي كيون خاصة أرديد هذا الكايد كوها قران وايو لكن أصاءني ذلك كثيرا يعني ما انتوردن كودي فربدن بان كوبخيي انا واخ كو دغو انا غو اديغا خبا كاغا دوني مايو لكن اديغا ايتا اند غراشه ييرتو حبان قريا حبان اخرينيا سبحان سو مرجعينيا وان هضليا وان داليا مرق قاركود انا وحان وسنيا من هلكني منيا كاسان 10 بخينيا كاسد اديغونا ليدahay شند ديباد سو يلود معنيد وان نقو او سو قادو سبحان الله يا اخ وسو ادب أنا معلم كاي واحد إنك كبها وقاده
هالكا الباب كادو دكتور وقشادون السو أنا شندت كتبية كمبيوتر يوحد سكوت شرابات صالح ومثال وتصالح هذا دوان السن علم جيل هاي ودين بركاية علماء دينا يا معلمين تينا احتراما توقير ولي مادة سيد والد كين ولا رغمة بر بالمعلم بالدين كبهي يعني معلم كيلا دوسة مفشان وإحسانات كل رقنتان أي الذين كبهي كاسا إلهي سبحانه وتعالى علمك ويدين بركينا هذيك العلم جاكو بركية لما هو علم بالأخلاق وي محال يدين كل دقيقة يا كتب تأدابك كسابس آداب المتعلم سو ما أدل يدين دقيقة ما معلم دم يدين دقيقة ما يلا المعلومة هذا هان وقاطان بلا يدين كل دقيقة لا حال يدين كل دقيقة إن آدابتي إن إيو دقن كين أيو حكي بدش جفافك إيو غلف سنانتا دبعيني أخلاق دين كتير تماشا إنه كسار ضد بارين بوالديه بارين بكبار السن من المسلمين بارين بمعلميهم أن نقن صفي عن الله هذا يا دورة يا عليك كيل علينا يا معلم كيو إمك حيصتك بحياة دالن يا وحوي أنا والله جاي أبين وأنت سو مسجد مرة قار كود أنا وصدح مسجد بان صبح سمرج ساجد كان يمسجد النخيل يا مسجد حذيف وقت كده وده الصيف معلم كيو دالن وتعبانة يا الله جاي أنت تكذب تكتين ترى سؤال بنكوي الدينية حتى هدوك وتشوابي سقى عليلي عليس دريمي وكوتشوابي وأنا حتى سؤالها قال لا قد تفرص أنا معلم كاع عليس أنا كنا غناهين إن الله قد توي كارين تانا أرضي دبا تقول غندونت حبلق عنك لولا رقم يا علماء ذا يا مشايخ ذا يا معلمين قابك لولا رقم يا دبوا كنا غدارين تنو عاسية إذن كويسكو رئيس تو حلقة دينا الدروس تكون راجعين إنسان ويسكو يديع بمحاي نجا خلد نرت محاي نجا دمن سدينو يا الله سو يديع واحد مودار ده قارك قاب كأولق ميان معلمين تويني أدوم ويه إنه أدوم وياه أنا يوم علم كاسوا سدا صو ونرد بايو سؤال مكويدين يايو يعني هو مثال تاسي واتصال ما نقد شيء ده السجابة كأنه يرى أن له فضلا على المعلم إنه معلم كيسق ديرات كلية ومعلم كو حق الله وقاطع وكلاء أي مرك قار كود أم وقنية كارين تانا دب ونقطة وارين دين تاني كميدة خلاق ده وتجرى الإنسان نبي يقول على البر وحسن الخلق خلاق ده ونكسن ندع علماء ومرك يفسر يا واركتن روا بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه وين وناق لقاه له قول يفعل دبك أجن لقبت بعده وجه فرن أو طليقة أو تبسم يدل عدنا إلا صعتنا حين لجواركم احترام يا حرمين إلى تكسي فوضه إلى سبحانه وتعالى إنه وافتيه كمان سوت لجلين كلمة دين مركي عن كمبيوتر كلفورة يوم بيقولات كورين درس يقتص بلعبه أيان دوني لكن دوحن فيلا هنا إنه تنبيه وباهنا بين الحين والآخر هديك العلم إنه برهنا ونقانا يأون سكم معلوماتهم إنه قادنا إنه والتأثير يسامين يراد عن كيالا نفتين يقلب جينا ينورشينا الله سبحانه وتعالى أين وافتيه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد.